السلام عليكم ورحمة الله. موعدنا اليوم مع محاضرة جديدة. النهاردة نتكلم عن إدارة الابتكار في اليابان. طبعا عارفين إن اليابان بلد ذو ثقافة وحضارة عريقة، وهنلاقي الثقافة في اليابان من أهم ملامحها إنها ذات توجه شمولي، بمعنى إن دايما بيكون التوجه نحو العمل الجماعي وفرق العمل، بالإضافة إلى الحماس الزائد في العمل بجانب الإخلاص. وهنلاقي ده برضه باين بدرجة كبيرة في نسبة الاستثمارات اللي بيتم استثمارها مقارنة بدول أخرى غربية. فهنلاقي إن الصناعة اليابانية بتستثمر بنسبة عالية، فمثلا إذا قارناها بألمانيا هنلاقي إن في حين إن ألمانيا بتنفق 62% على الأبحاث والتطوير، هنلاقي اليابان بتنفق ما يوازي 68%. وده بيتأكد برضه من خلال المنتجات اليابانية، فنلاقي إن المنتج الياباني ما بيفصلش بين التسويق والتصنيع والهندسة الخاصة بالمنتج، فتلاقيه دايما بيمسك بين التلاتة معا، وده اللي خلى المنتج الياباني بيحقق منافسة عالية مقارنة بمنتجات دول أخرى. ولو بصينا على طبيعة المؤسسة الصناعية في اليابان، فهنلاقي إن أسلوب القرار واتخاذ القرار في هذه المؤسسات بيكون من خلال اتفاق جماعي وتفاهم مع العاملين، بس ده طبعا لا يعني إن القرار محتاج توقيع كافة المشاركين في المناقشة، وإنما على الأقل ضرورة إرضاء كل من شارك من حيث إن وجهة نظره يكون تم التعبير عنها أو سمعها. عشان كده بنلاقي إن المشرف في العمل بيقدم معلومات من خلال ما بيتم اتخاذ القرار داخل المؤسسة. فهنلاقي إن في مناقشة جماعية تتسم بالحرية للمشكلة نفسها، وبعد كده بيتم تعميم المعلومات نفسها بحيث إن يتم زيادة مستوى الإدراك لدى العاملين. وفي الآخر خالص بيتم الاستماع لآراء العاملين بهذه المؤسسات، ثم يتبع ذلك اتخاذ القرار من قبل المدير. طبعا احنا بنتحدث عن المدير الياباني، عشان كده بنلاقي ان المدير نفسه في اليابان لا يعتبر هو صاحب القرار في حد ذاته، وانما ممكن نطلق عليه الفاسيليتيتورز او القائم بالتسهيل او بالتيسير لاتخاذ القرار. عشان كده نلاقي في احدى المجلات الأمريكية وهي مجلة هارفارد لإدارة الأعمال أشارت في إحدى مقالاتها إلى أن الحكومة ورجال الأعمال والبنوك في اليابان
بيعملوا ككيان واحد. بينما طبعا ده على لسان المجلة، لما تحدثت عن الولايات المتحدة أشارت إلى أن العلاقة بتكون عكسية في نظرتها في الولايات المتحدة، فلان الحكومة والصناعة إلى حد ما بيعملوا في علاقة غير تعاونية بدرجة كاملة مثل ما يحدث في اليابان. عشان كده بنلاحظ إن الصناعة اليابانية بنلاقيها ذات توجه محلي، بجانب إن التصدير وسوق التصدير يعتبر بالنسبة لليابان هو إضافي. عشان كده بنلاقي إن الحكومة اليابانية بتساعد الصناعات على تحقيق المنافسة مع البلدان الأخرى، لكنها تبتعد عن المنافسة داخل اليابان. ولو لاحظنا برضو هنلاقي ان تصنيع المنتج في اليابان بيكون مختلف عن نظيره من الدول الاخرى، عشان كده بنلاقي في جودة من حيث الفكرة نفسها، فكرة المنتج، ومن حيث الأبحاث اللي تمت والتطوير اللي تم على المنتج، وأخيرا التسويق الخاص بهذا المنتج. وبكده نكون انتهينا في محاضرة اليوم، واللي تحدثت عن أهم ملامح الإدارة اليابانية.